And it goes a little something like, وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بالتشكرات تحت الفيديو. يلا نبدا فيديو النهارده مع بعض. وبيبدا الجزء الاخير بتنغ بعد ما البطله سابته وقع على الارض ومشيت وقال لها ان هو مش هيسمح لها تذهب بعيد عنه. وبعدها بيظهر تنغ وهو رايح للطفل داب، واول ما بيشوفه بيفتكر الطفل ويقول له انك انت التي انقذت امي، ويحكي له اللي حصل لما كان واقف معاه وسط النار وسابه وراح ينقذ امه. وبيرجع تاني للواقع ويقول له تنغ دابو انت لسه فاكرني؟ فبيقول له الطفل هل انت تطارد امي؟ فبيقول له تنغ ما تخافش دابو، اني لم افعل شيء يؤذيها. وتكون البطله جنبه بتتكلم في الموبايل، واول ما تشوف تنغ مع دابو بتقفل وتطلع تجري عليهم وتمسك الطفل وتقول له انت اذهب بعيد الان والعب، وان في بعض الكلمات اقولها للسيد تنغ. فبيقول لها حسنا، وبيقرب من البطل ويقول لا تذهب سيد تنغ، اريد اللعب معك، ويمشي ويضحك عليه. وتنغ بيبص له البطله وتقول له انت بتعمل ايه هنا يا تنغ؟ فبيقول لها ان كل شيء اصبح مكشوف الان، وان جئت لرؤيه ابني. فبتقول له البطله انك من الواضح انك بتمزح. فبيغضب ويقول لها ان تشين اخي واضح لي كل شيء. فبتقول له اني لن اسمح لك باخذ الطفل بعيدا عني. فبيقول لها انت وهو معي. فبتقول له اسف لن يحدث هذا، وتسيبه وبتمشي. وبيزعق ويقول لها اني هاخدك للمنزل الان. فبينادي على المساعد ويقول لها سيدة جيا انتظري الان، ان السيد تنغ بالفعل يحتاج اليكي. فبتقف البطلة وتبص له وتقول له سيد تنغ. فبيقول لها اسمعي، ان دابو ابني يحتاج الى اب ايضا. فبتسكت البطلة وما بتتكلمش. وبعدها بيظهر الطفل وهو نايم، وتنغ قاعد جنبه وبيبص عليه. فبتدخل البطلة عليهم وتنادي على تنغ، فبيشاور لها وبيقول لها اصمتي الطفل نائم لا تزعجيه. فبتبتسم البطلة وتبص عليه. وبالليل بتظهر البطلة وهي نايمة وبتحلم بالمنزل وهو بيتحرق، وتفتكر الأحداث اللي حصلت معاها في اليوم ده. وبتصحى البطلة من النوم مفزوعة، وبيكون تنغ جنبها وبيهديها. فبتبص له وتقول له إن دابو جيد. فبيقول لها جيد. فبتقول له إني خائفة جدا يا سيد تنغ أن أقع في حبك، وإني الآن مثل المريض لأثق في الناس، وأنا عارفة جيدا إنك معايا، ولكني أنا والتي تحتاج إلى الوثوق قليلا في الناس، وحينها سأكون جيدة أنا أيضا معك. فبيقرب منها البطل ويقول لها لا تقلقي. وبعدها بتظهر البطلة وهي بتوصل طفلها العربية تنغ، وبيكون قاعد بيستنيهم، وبيكون تشين واقف وراهم وشايفهم. بيغضب جدا ويقول ها انت اكبرتني الان على فعل هذا. وتاني يوم بيظهر تشين وهو بيقفل باب غرفة وبالمفتاح، وبيقول انك تعتقد انك هترتاحي، وبيكسر المفتاح نصين ويقول اني هكون لعنة عليك انت وطفلك، ولا تقتربي بطفلك من العائلة، ولا يكون الوارث الشرعي، اما انا فلا. وبيضحك. وبتستعيد البطلة وعيها جوه الغرفة وتخاف جدا، وتبص جنبها تلاقي دابو معاها وفقد للوعي، وتحاول ان هي تصحيه لكنه ما بيفوقش، وتخلع الجاكيت وتغطيه بيه وتمسك ايد دابو، ويكون لابس ساعة اتصال. وتبعت رسالة لتنغ وتقول له سيد تنغ لا اعرف اين انا، ويبدو انها عبارة عن تلاجة كبيرة، ولكن الاتصال بيتقطع وما تكملش المكالمة. لكن بيكون تنغ سمع الرسالة وبيغضب جدا، ويقول للمساعد بأي طريقة جدهم الان ليه. وبعدها بيظهر دابو لما صحى وبيقول لامه امي الجو برد جدا، ارتدي ملابسك الان. وبتكون بدات البطله تتجمد، والبطله تحرك بالعربيه، وبيقول للمساعد اسرع اكثر من ذلك. والبطله بتكون بدات تفقد الوعي وتبدا تغني لطفلها عشان ينام، لكنها من شده البروده بتفقد الوعي تماما وبتقع على الارض. ويكون تنغو وصل لها وفتح الباب ودخل لها، والطفل بيحاول يصحيها، والسلم الكبير بيكون واقع عليهم، لكن تنغ بيكون او من على الكرسي المتحرك وطلع يجري عليهم ويحميهم ويقع عليه. وبعدها بيظهر البطل وهو شالها وخارج بيها وماشي على رجليه، وان هو مش مشلول، وبيفتكر الحادثه واللي حصل في المنزل معاهم. وبعدها بيظهر تنغ وهو ماشي مع البطله وسندها، وبتقول له انك انت الرجل الذي انقذني من النار، واني افتكر الان كل شيء، لماذا لم تخبرني بذلك يا تنغ؟ فبيقول لها اني ما كنتش عاوزك تشعري بالذنب اتجاهي. فبتقعد وتقعد جنبه وتقول له انك لست مشلول، هل سقائك كانت بسببي صح؟ فبيقول لها اني عاقبتك الان لتعتني بيه مدى الحياه وتكوني بجانبي. فبتسكت البطله وما بتتكلمش، ويبص لها تنغ ويقرب منها. وبعدها بيظهر الطفل ووالده تنغ قاعد جنبه وبتاكله، وبيروح لها تنغ والبطله ويحاول ان هو يقرب منه، لكنه بيقوم ويروح لامه. ويتضايق جدا تنغ وتقول لامه
لا تقلق، وان الطفل سيعتاد عليك قريبا، فيقول لها تنغ اني احبه جدا امي، وبيوصل عندها تشين وخطيبته وتقول لها امي اننا قررنا الزواج قريبا انا وتشين، فبتقول لها امها اننا قلقانه جدا عليك بسبب تصرفات تشين معنا وان هو غدير بالثقه، فبتقول لها انني احبه وسنتزوج يا امي، فبتقول لها حسنا ابنتي لا تتزوجوا. وبعدها في حفل زواجهم بيظهر تشين مع خطيبته وبيرحبوا بالضيوف، وبيروح لتانغ ويقول له شكرا لك يا اخي، وبيقدم له مشروب، لكن البطله بتروح له وتقول له اشرب هذا اولا، وبياخدها وبيشرب، ودابو بياخدها منها وبيشرب هو كمان، لكن بعدها فجأة بيفقد الطفل الوعي، بعد منه بيحس تنغ بتعب شديد جدا وبيفقد الوعي، وامه بتنادي عليه لكنه بلا يستجيب، وبتحاول تكلمه وبتبكي، وبعدها بتحاول البطلة ان هي تجري تلحقهم، لكن والدة تنغ بتوقفها وتقول لها ماذا حدث لهم، ماذا اكلوا، فبتقول لها ان هم شربوا هذا المشروب، فتمسكه وتشرب منه تشين، وخطيبته واقفه قدامه بيبصوا عليهم، فبتقول لها امه انه بيحتوي على عصير الفول السوداني وان هو عنده حساسيه كبيره منه، وان ده اكيد ممكن تتخلصي منه بسبب هذا العصير، الا تعلمي لماذا فعلتي هذا، فبتقول لها خطيبه تشين انه واضح انك تريدي ان تجعلي ابنك الوارث الوحيد للعائله بعد التخلص منه، فبتقول لها البطله وما لديك، ايه دليلك يعني، لكن بتوصل فتاة وتقول لهم ان انا املك الدليل الان، ان رأيتها وهي بتحط عصير الفول السوداني في زجاجة جوز الهند، فبتتصدم البطلة من اللي بيحصل، فبيقول لها تشين لماذا فعلتي هذا، وان اخي تنغ كان بيعاملك معاملة جيدة، فبتبص البطلة للفتاة وتقول لها لماذا افعل ما تقولي في حق الان، فبتقول لها ان هو بسيط جدا انك عاوزة تورثي اموال السيد تنغ، فبتقول لها البطلة اني بالطبع حصلت على ما تقولي لي اني بالفعل زوجته ولكني لم افعل هذا، فبتقول لها ان السيد تنغ كان خطيبي وان جئتي لي وقمت بتهديدي انا وامي اللي ابتعد عنه كي تحصلي عليه انتي، وان جاء الوقت لكشف الحقيقة امام الجميع بانك تريد التخلص منه للحصول على الورث، فبيبص لها كلهم بنظرة دنيئة، فبتغضب البطلة وبتسيبهم وبتمشي، وبتدخل غرفتها وبيدخل وراها تشين وبيقرب منها ويقول لها ان قلت لك قبل الزواج اذا لم تبتعدي عن العائدة تحمل العواقب كلها، فبتبعد ايده عنها وتقول له تشين انت من فعل ذلك اليس كذلك، فبيقول لها بالتأكيد، فبتزقه وبتقول له انك شخص سيء، فبيضحك ويقول لها نعم انا من فعل النار بالمنزل وانا من وضعك بابنك في الفريزر، هل انا مزعج جدا حقا، فبتبص له البطلة وتقول له لا تقلق ستكون سعيد في وقت قريب جدا، فبيبص لها باستغراب شين، وفجأة بيتفتح الباب وبيدخل البطل عليهم، وبتصدم تشين اول ما بيشوفه وبيقول له تنغ مدهش جدا اخي ما تفعله وراء ظهري، وبينادي تنغ ويقول اظهر، فبيظهر طبيب ويبص للبطلة ويقول لهم اعرفكم بنفسي انا الدكتور لو الطبيب المعالج للسيد تنغ في الخفاء، وهون ايضا لدي مركز للاستكشاف الحديث، وان السيد الشاب شين جاء الينا بطلب تقرير ابوه الخاص بالطفل ده وبغرض تغيير نسب العيله، وعرض علينا مبلغ كبير جدا، واني اخبرت السيد تنغ بذلك، فبتغضب خطيبته وتقول له تشين ما الذي تفعله لماذا، فبيغضب جدا تشين وبيقول لهم اني منذ طفولتي توبخني كثيرا لانني ابن العائله بالتبني، وتظهري لي انك هو افضل مني، وكانت تولد لدي افكار شريره بسبب هذا، وقررت الانتقام منكم جميعا والاستحواذ على كل شيء، واني لن ادعكم تتمتعون بكل شيء لوحدكم، وبيمسك اله حاده وبيمسك خطيبته وبيهددهم بيها، وبيقول لهم ان انا هتخلص منها، ويقول لتنغ اني هخرج من هنا الان والا سافعل ذلك، وبيحاول يخرج من المنزل لكن المساعد بيمسك ايده وبيبعده عنها ويوقعه على الارض، وتجري عليه والدة تنغ تحضنها وتقول لهم اتصلوا بالشرطة الآن، ويجري دابو على تنغ ويقول أبي أريدك أن تلعب معي، وبعدها بيظهر تنغ والبطل قاعدين جنب بعض، والبطل بيقول لها أريد أن أعترف ليكي أنا أحبك جدا، وأريد منك أن تبكي بجانبي وأن تقبلي بالزواج مني، وبعدها بتقرب البطلة منه وتبص له وتقول له إني أحبك أيضا يا إنسان دنغ، وإن أنا موافقة على طلب زواج منك، فعقد زواج ليس مشروط باتفاقيات، وبعدها بتظهر البطلة في فستان الزفاف وتنغ جنبها، وأسيبكوا بقى يا حلوين مع النهاية السعيدة دي، وهنا نكون خلصنا أحداث المسلسل، أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، لو عاوزين ملخص مسلسل جديد ما تنسوش توصلوا الفيديو لألف لايك في أسرع وقت ممكن، وقبل أي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا الجميلة وتزودوا عيلتنا الجميلة فرد جديد، ولو الفيديو عجبكم ضغطوا اللايك الجميل وكومنت أجمل عشان نستمر ونقدم أكتر، وبس يا حلوين أسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة زيكم، وشكرا لكم جدا، وبس باي باي.